صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بفقرتنا الغذائية. اليوم موضوعنا رح يكون عن الألياف. كثير من الأشخاص تاخد ألياف بنسب عالية، ولكن كمان في عنا كثير أشخاص ما بتاخد ألياف أبدا من الغذاء. مثل ما بنعرف أنه عنا نوعين من الألياف، واللي هي الألياف اللي بتدوب بالسوائل أو بالماء، والألياف اللي غير قابلة على الذوبان بالسوائل أو بالماء. هاي الألياف مهمة جدا لأجسامنا، وبالأخص أنه هاي الألياف هي عبارة عن مواد عضوية ما بيهضمها جسمنا. جسمنا غير قادر على هضم هاي المواد، لأنه بنفتقر للإنزيمات اللي بتساعد على هضم الألياف بالطريقة الصحيحة. فالأفضل أنه نحن نستهلك كميات كتير كبيرة منها لحتى نعزز عملية الهضم، وبنفس الوقت نسهل من عملية الإخراج بالجسم. اليوم رح نحكي عن نوعين من أنواع الألياف، وشو هي أكثر أغذية بقدر أركز عليها وأستهلكها لحتى أخذ النوعين، الألياف اللي بتدوب بالماء والألياف اللي ما بتدوب بالماء. لحتى نبلش بالألياف اللي قابلة للذوبان بالسوائل أو بالماء. طبعاً هاي الألياف موجودة بكتير من الخضار، كتير من الفاكهة، بالإضافة إنها موجودة بالنخالة، بالشوفان، بالشعير وبالمكسرات. مثل ما بنعرف إنه الألياف اللي بتدوب بالماء بتساعد إنه هي بتكون مادة هلامية. هاي المادة الهلامية بتتكون لما الألياف القابلة للذوبان بالماء بتفوت على معدة وبتضلها لفترة طويلة. عشان هيك يفضل إنه نحن ناخد حبة الفاكهة قبل وجبة الغداء، وخاصة لمرضى السكري. اللي بيصير عنا إنه هاي الألياف بتمتص نسب عالية جدا من المي، وبتعمل مادة مثل الجل أو مادة هلامية. هاي المادة بتبقى بالمعدة لفترة أطول، وبتعيق امتصاص السكر لحتى نقلل من امتصاص السكر بالدم، بالإضافة للدهون. فهي مش بس بتقلل من امتصاص السكر بالدم، ولكن كمان بتعيق امتصاص الدهون، فهي بتخفض من نسب الكوليسترول الجيد أو حتى الكوليسترول السيء. للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالدهون الثلاثية، تخفض من نسب الدهون الثلاثية بالدم بشكل كتير كبير. فممكن إنه نحن نقلل من امتصاص السكر ونعيق امتصاص الدهون الثلاثية لحتى إنه نحن نقدر نحن نحافظ على نسب الكوليسترول بالطريقة الصحيحة. هاي الألياف موجودة بكتير من الأغذية، ومن أهم هاي الأغذية إنها هي موجودة بالنخالة، موجودة بالشعير، موجودة بالمكسرات، وكمان موجودة بالشوفان. بالإضافة إنه أنا جايبة هون عندي أمثلة على أغذية بتحتوي على نسب عالية من الدهون اللي بتدوب من الألياف اللي بتدوب بالماء. من هاي الأغذية رح نلاحظ أول إشي إني رح أحكي عن البرتقال أو الكلمنتين. مثل ما بنلاحظ إنه بالكلمنتينا عندي نوع من أنواع الألياف اللي بتكون على هذا الشكل. هاي هي الألياف اللي بتدوب بالماء، وبتؤدي إلى تكون مادة هلامية بتعيق امتصاص السكر، بالإضافة لامتصاص الكوليسترول. فنحن لما ناخذ حبة الفاكهة قبل الوجبة، اللي رح يصير إنه هاي المادة الهلامية رح تقلل من امتصاص النشويات رح نستهلكها على وجبة الغداء، الفطور أو حتى وجبة العشاء. وجود هاي الألياف مهم جداً بالأغذية لحتى إنه نحن نقدر ناخذ الفائدة والقيمة الغذائية. هاي الألياف اللي بتكون على شكل مادة صغيرة هي الألياف اللي بتدوب بالسوائل، وبتساعد إنه نحن ناخذ نسبة عالية من هاي الألياف، وبنفس الوقت بتحد من امتصاص السكر بالدم. يفضل انه احنا استهلاكنا للالياف يكون قبل الوجبه لحتى مثل ما بنحكي انه احنا ناخذ الفائده الغذائيه. بالاضافه للبرتقال الكلمنتينا، في عندي موجود نسب عاليه جدا من الالياف بالكيوي، بالفواكه الحمراء، بالاضافه للموز، وبالاضافه للسبانخ. بهاي الاغذيه نحن بناخذ قيمه الياف عاليه، وبنفس الوقت بنقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر. أما بالنسبة للألياف اللي ما بتدوب بالسوائل، هاي الألياف نحن بنسميها الألياف الصلبة، اللي بتعيق كمان امتصاص السكر، ولكن إلها فوائد غذائية أخرى. من أهم هاي الفوائد الغذائية إنه هاي الألياف جسمي ما بيقدر على هضمها، ما عنده الإنزيمات الكافية لحتى إنه نحن نقدر نهضم هاي الألياف. اللي بصير عندي إنه الألياف الصلبة اللي موجودة بالنخالة، موجودة بالقمح، أولاً بتساعد بشكل كتير كبير عملية الهضم وعملية الإخراج بالجسم، بالإضافة إنها بتعزز من عملية الحرق وبتقلل من كمية الوجبة اللي إحنا بنستهلكها. عادة الألياف اللي ما بتدوب بالسوائل بتكون دايماً قشور، فإذا نحن بناخد قشرة الكيوي مثل ما كتير أشخاص بتعمل، في كتير أشخاص بتقشر الكيوي، ولكن في أشخاص تاكل الكيوي مع قشرتها. لما ناخد القشور نحن بناخد نسب عالية من الألياف الغير قابلة على الذوبان بالماء. بالإضافة لهذا الشيء، موجودة هاي الألياف بكل الخضار المطبوخة مثل البامية، الفاصوليا، اللوبيا، أو أي نوع من الخضار اللي بتكون مطبوخة تحتوي على نسب عالية من الألياف الغير قابلة على الذوبان، ولكن من أهمها هي البامية.
كمان الأشخاص اللي بتحب تأخذ نسب عالية من البقوليات مثل الحمص والفول، بنلاحظ إنه بقشرة هاي البقوليات هي نسب عالية جداً من الألياف الغير قابلة على الذوبان بالسوائل. ممكن إنه نحن نستفيد إنه نحن بناخذ نسب عالية من هاي الألياف، وكمان بناخذ بروتين ونشويات عبر استهلاكنا اليومي أو الشبه يومي للحبوب. هاي الحبوب والبقوليات فيها نسب عالية جداً من البروتين اللي بساعد إنه نحن نحافظ على الجسم بالطريقة الصحيحة، وبنفس الوقت نحن بناخذ نسب بروتين كتير عالية. احتياجاتنا للألياف بالجسم بتتراوح ما بين 25 إلى 30 جرام، وكمان حسب الجنس. للنساء احنا دائما بنحتاج 25 جرام، اما للرجال احنا بنحتاج 30 جرام من الالياف يوميا. لحتى نعرف ايش الالياف اللي احنا لازم ناخذها، لازم من هدول ال 25 الى 30 جرام 6 الى 8 جرام يكونوا من الالياف اللي بتذوب بالسوائل، اما بالنسبه لبقيه احتياجاتنا اليوميه هي من الالياف اللي ما بتذوب بالسوائل او بالماء. معلومه كثير مهمه للاشخاص اللي بتحب تاخذ قشور الفاكهه. نحن بنعرف انه نحن لما بناخذ الكلمنتينا نحن بناخذ نسب عاليه من الفيتامين سي، ولكن اللي ما بنعرفه قشره هاي الكلمنتينا بتحتوي على 100% من احتياجاتنا للفيتامين سي يوميا. بس كيف نحن بدنا نقدر ناخذ القشور مع انها هي كثير مره بالطعم وبنفس الوقت مش كثير مستساغه من قبل الاشخاص؟ ممكن انه نحن اللي نعمله بعد ما نحن نقشر الكلمنتينا او البرتقال او اي نوع من الحمضيات، انه نحن نبشر هاي القشور ونستخدمها اما في السلطات، نضيف معلقه طعام منها على كوب العصير، او حتى نضيفها على اي نوع من الكيك. اذا نحن بنفضل انه نحن نعمل كيك منزلي قليل بالسكر، ممكن نضيف عليه هاي القشور. مش بس بتعطيني طعم غني، ولكن بتعطيني 100% من احتياجات جسمي من الفيتامين سي. فما ننسى احنا لما ناخذ هاي الاغذيه انه القشور تبعتها مهمه جدا، ومش بالضروره انه نحن نتخلص منها. ان شاء الله نكون استمتعنا بهاي الفقره الغذائيه واخذنا اكثر ما بنقدر معلومات. لكل الاشخاص اللي بتاكل على شكل يومي وجبات سريعه او حتى على شكل جبه يومي، بدنا نكون متاكدين انه نحن ما عم ناخذ نسب عاليه من الالياف، وللاسف غذائنا كثير عم بيفتقر لالياف فيتامينات ومعادن. فيفضل انه نحن على الاقل باليوم ناخذ 3 الى 5 اكواب من الخضار او 5 حصص من الخضار، بالاضافه لحصتين الى 3 حصص من الفاكهه، او نقلل نسب الفاكهه ونزيد نسب الخضار للاشخاص المعانين من مشاكل بالسكر. ان شاء الله نكون استمتعنا بهاي الفقره الغذائيه، وبشوفكم بفقرات جديده.